اللهم بارك فيها زينة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. أخبار الخوت مباشرة. اللهم بارك تبارك الله تبارك الله تبارك الله. الله يسخر الله يسخر. اللهم بارك شرغو مطبل. اللهم بارك وزيد في ذلك ما شاء الله. السابعة صباحا مباشرة من المصيد، واحد الفطور يا سلام مباشر من المخيم. فطرنا بدك شي اللي قسم الله الخوت، وعلى مولانا الكريم غادي نتوجهوا مباشرة للمصيد او مكان الصيد اللي كيبعد عن المخيم بحوالي 4 إلى 5 كيلومترات. بعد وصولنا للمصيد غادي نصوبوا الطعم، الطعم ديالنا اللي غادي نستهدفوا به الاسماك ان شاء الله. والطعم مكون من السردين، كناخذوا اسماك السردين كننقيوها كنحيدوا منها القشور كنحيدوا منها الراس ونحيدوا منها المصارن، كنخليو غير الحيمات بوحدهم. هذوك الحيمات كنشدوهم كنديروا معاهم الرمال كنخلطوهم مزيان نمجزوهم مزيان ونزيدو معاهم واحد القدر صغير ديال زيت السردين او زيت الكابايلا، وكنخلطو هادشي مزيان حتى كتولي عندنا واحد العجينه. وهذيك العجينه الخوت كنديرو معها الدقيق باش نجمعوها، وفي الاخر كتولي عندنا العجينه على هذا الشكل. وهذه هي الطعم او ما يسمى البيلوطه. وعلى مولانا الكريم لبسنا اللباس المقاوم للمياه حتى الا ترشيتي بالماء ما كيوقع لك والو وما كتحسش بالبرد. وعلى مولانا الكريم والله يسخر الامور. على مولانا الكريم اخوان صوبنا البيروطه ديالنا قادين الماتيريال. الحاج هو كيلبس اللباس المقاوم للماء والبرد والبرد كذلك بطبيعه الحال، لان ملي كتسرد كتولي تقف فراه ما تبقاش تقدر تصيد. بصح معقوله. وعلى مولانا الكريم اجواء البحر الخوتي هذه السي مبارك حتى هو بالسعد. على مولانا نزلت الهمس، يمكن ثاني يوم في الهمس هذا ولا ما عرف النهار الاول في الهمس، يعني ما محرك يعني غندخل للمصيد. بس كدير بحساب بان المريضات كتكبر، يعني البارح والبارح كان طياب والطياح كتقدر تقعد في المصيد. دابا لا، اي همس البحر خص دغيا يعمر عليك البحر دغيا يبدا يعمر، خصك تقضي الغاره وتطلع بحالاتك. على مولانا الكريم على مولانا الخوت. ولكن المنزله هذه كتميز بحوت الغليظ. وعلى مولانا الله يسخر الله يسخر الله يسخر. على مولانا الخوت غادي نوضع الكاميرا في الراس ديالي نمشيو نصيدوا. كانوا شي انتقاطات ان شاء الله غادي نوافيكم بها، نتمتعوا حنايا ونمتعوكم معنا. ما تنساوش التعويض ديالكم. وعلى مولانا اللهم بارك الرئيس مبارك معاه. اللهم بارك تقي وساج يا سلام. الله يسخر جمع الخيط ديالي هنا. الله يسخر الله يسخر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. شريغو زوين. اللهم بارك تبارك الله على الرئيس مبارك. الله يسخر فيه الله يسخر فيه. خوش هذا القريفيح. بسم الله بسم الله. احلى السفينة الاخوان. اللهم بارك. اول حاجة مقوس تقويسة زينة. اللهم بارك. غادي نحاول نمشي باش نصوره. اللهم بارك. الله يسخر الله يسخر فيها زينة. تبارك الله تبارك الله. كنت من هذا الشيء يكون كيبان. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. كتبان ان شاء الله كيبان داكشي. اللهم بارك اللهم بارك بيسه زينه. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. اللهم بارك اعطاك الله الصحه الحال. تبارك الله تبارك الله.
الله يعطيك الصحه الحاج. الطريقه ديال العنيقه هذا هي هذه ثلاثه الصنارات شوف شادين في جوج عمرو ما يفلتش تبارك الله. المهم الخوت هاد الخرجه هذه الكواليس ديالها كاملين لي مونتاج والحصائل وكل شيء راه كاينين في الصفحه ديال يلا نصيدوا على الفيسبوك. دخلوا غادي تتمتعوا كاينين تقاوس وكاين كل شيء. داكشي مصور بالهاتف شي حاجه روعه روعه ما غاديش تضمنوا تخطفوا ان شاء الله لان الكاميرا ديالي ما كانتش ديسپونيبل. لذلك كل شيء صورته بالتليفون الفيسبوك داكشي غادي يعجبكم ان شاء الله وعلى مولانا. اللهم بارك اللهم بارك الله تقي وسات يا سلام اللهم بارك. خسر لي الفران ديال الماكينه اللهم بارك. ها هو معايا الاخوان تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. الحاج معاك اول الحاج معاه حتى هو اللهم بارك. يا ربي يكون هادشي كيبان مزيان يا ربي يا ربي. تبارك الله تبارك الله تبارك الله اللهم بارك. ابلغ الحاج واقيلا هذيك لا ابلاتي تبارك الله. الحوت في صار ها هو راه كيتركل تبارك الله. ابلغ الحاج تبارك الله تبارك الله تبارك الله. الله يسخر الله يسخر الله يسخر تبارك الله. ابلغ زينه اللهم بارك. عتي الخوت ما كاينش كيفاش ما نقدرش نوصف لكم الشعور ما كيرش فينا. ابلغ راية ديال الحاج تحياتي الحاج بارك. ابلغ زينه تبارك الله اللهم بارك. زيد خاسره لي الماكينه الخشوش ماكينه خاسره لي ولكن مقاتلون تبارك الله تبارك الله تبارك الله. زيد زيد عند خوك بدر زيد 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 راه خاسره لي الماكينه. زيد 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 اخويا زيد 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 مرحبا تبارك الله. هو معاه الله يسخر اخويا. انا راه واغل تبارك واغل واغل الحاج واغل واغل تبارك الله تبارك الله. الشرغوزين اللهم بارك اللهم بارك مبارك الله يسخر رئيسي اخوان. المهم البلاصه اللي كنا كنصيدوا فيها راه هي الخوت الماء بدا كيعمر عليها اذا ما بقى صالحه للصياده. غادي نبدلوا المصيد ان شاء الله غادي نشوفوا الحصيله اللي ضربناها الصبحيه هذه. تبارك الله البليغه الشريغوات اللهم بارك. ها هو واحد القريفيح تبارك الله حي داكشي اللهم بارك. ها هو تبارك الله الله يجعل شي بارك مبارك في الحصيلة ديالك تبارك الله. تبارك الله واحد الشريغو اللهم بارك الله يجعل البركة. الحصيلة في تزايد مازال مازال زيد اودي الحاج زيد تبارك الله تبارك الله تبارك الله خير مولانا. مازال مصيدين الخوت وعلى مولانا. المهم نعاود نذكركم الخوت اللي ما متابعنيش في الصفحة ديال الفيسبوك يدخل راه كاين ميتشاف كاين كواليس كاين حصائل كبيرة اللهم بارك. صوروا غير بالهاتف شي حاجة ما غاديش ندموا عليها ان شاء الله. خوت تبارك الله اللهم بارك تبارك الله على مولانا الله يسخر فيه. شريغو زوين شريغو زوين اللهم بارك وزيد في ذلك اللهم بارك اللهم بارك وزيد في ذلك. ما هو الحاج مع شي بياسه
اللهم بارك. ها واحد الشريغو تبارك الله تبارك الله. يا سلام هو معايا الخوت تبارك الله تبارك الله. الله يسخر فيه الله يسخر فيه الله يسخر فيه ما شاء الله شريغو اللهم بارك. واحد خور الخوت مباشرة اللهم بارك. اجي 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 فين غادي تبارك الله. اللهم بارك الحاج مع القوس تبارك الله تبارك الله. الله يسخر الله يسخر الحاج تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. الله يسخر اللهم بارك اللهم بارك. الخوت الرئيس خالي ضرب شي بياسة عيط ليا انا غادي كنجري نضرب هاد الكوشطه كامله باش نصورها لخوتي. واحد الفرشيه جابها الله ينفع بسم الله. شوف الرئيس خالد اش دار. الله 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 على قبلكم اخوتي ماشي نجري شي حاجه كثر. تبارك الله اللهم بارك الله 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 بياسة تبارك الله تبارك اللهم بارك وزيد في ذلك. سهلة الجري اللي درت عليها تبارك الله. انا الفرملي ديالي تبارك الله اللهم بارك. شرغو مطبل توزقه تبارك الله اللهم بارك. الرئيس خالد الله يحفظك الطبيب ديالنا الله شاد ماشي مشكل. المهم جا هز هز تصور مع حوتك اخويا يشوفوك الناس. الكاميرا سمحوا لينا الخوت تبارك الله اللهم بارك الله الله الله. راني قيده مازال تتابع. انت جوج سنارات الخوت دا صارت وحده شاده تبارك الله. هاي وحده خالد اللهم بارك يا ست سهلة تجري اللي درتها لها خالد. شكرا صحة والراحة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تبارك الله. ها هو حصل خوت الحمد لله. ثلاثة العشية دابا من 8 ديال الصباح دوزنا نهار كامل ديال الصيد وعشوه معنا بكل التفاصيل ديالو ودابا الخوت غتشوفوا الحصيلة النهائية تبارك الله اللهم بارك على مولانا. بسم الله الحاج حصيلة النهائية ديال الحاج اللهم بارك اللهم بارك وزد في ذلك ما شاء الله. حصيلة يا سلام اللهم بارك ما شاء الله ما شاء الله. بخير بخير تبارك الله بخير تبارك الله. الله كل شيء جاب الله كان يكون كل شيء جاب الله مرحبا.